صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح ليوم السبت 28 تموز. صيف يا صيف، تقرير عن أجواء المهرجانات والموسم السياحي بلبنان. كشف دجاج، أمسية غنائية بمترو المدينة للفنان سماح أبو المنى بتحية للفنان الراحل فيليمو وهبي. نجاح أول عملية زرع رحم بلبنان بمستشفى البلفيو. أما ضيوفنا اليوم فهن الدكتور روبير عيد، مؤسس بيت الفنان بحمانة، والمخرج أوريليان زوئي، المدير الفني لبيت الفنان، لنحكي معهم عن النشاطات بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس بيت الفنان، ورجا بورسلين نائب رئيس بلدية راس المتن لنحكي معه عن مشروع السياحة الريفية والنشاط الرياضي بكرة الأحد. ولكن قبل ما نطلع على تفاصيل كل هالتقارير، المحطة الأولى رح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على التليفون أستاذ رفعت العزي اللي رح يعطينا تفاصيل عن طقس يوم السبت، بالإضافة أكيد عن طقس بكرة، وناخد فكرة هيك لو أولية عن الأسبوع المقبل. أستاذ رفعت صباح الخير. أهلا، صباح النور. كيفك؟ الحمد لله، كيفكم أنتم؟ نحن منيح، تفضل. بالنسبة للطقس، طقس بدنا شايفين صيفي معتدل يعتبر، ومسيطر حاليا على الحوض الشرقي المتوسط. اللي حنشهد اليوم بلشنا ابتداء من الفجر بهطول امطار، فينا نعتبرها خفيفه، يعني مش هالامطار انما امطار خفيفه محليه، كانت بسبب الرطوبه العاليه وانخفاض البسيط بالحراره. اللي يستمر، يعني حنشوف الأمطار متوقع المساء وصباح بكرة. بالنسبة للطقس اليوم بالإجمال، غائم جزئيا لغائم أحيانا، وفي ضباب على المرتفعات، ومثل ما قلنا انخفاض بسيط بالحرارة خاصة على الجبال وبالداخل، ومتوقع كمان تنشط الرياح خاصة بشمال البلاد، والأجواء مثل ما قلنا مهيئة لتساقط الأمطار الخفيفة. نعم. الحرارات المتوقعة على الساحل اليوم تتراوح بين 24 و32، على الجبال من 16 ل26، بالأرز من 11 ل21، أما بالبقع فمن 17 ل30. وبالنسبة لاتجاه الهواء جنوبي غربي وسرعته من 10 ل30 كيلومتر بالساعة. أوكي. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 55 و75%. نعم، هذا مبدئيا فكرة عامة عطها. يعني الطقس حلو، صيفي معتدل، مقبول طبعاً. مقبول. صحيح. اوكي، شكرا لك وشكرا على وقتك، نتمنى لك ويك اند حلو استاذ رفعت. ولكم كمان اهلا. ميرسي، مع السلامة. صباح الخير جوال. صباح الخير لك، لكل يلي عم يتابعونا. رح نعمل جولة على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت. اليوم السبت 28 تموز، اليوم بتغيب السياسة عن رئيسيات الصحف بصفحاتها الأولى ليحتل القمر الدموي يلي هو أطول خسوف للقرن 21 بمعظم الصحف أو بالصفحات الأولى، وهيدي صورة من النهار، أطول خسوف في القرن 21، وبالتفاصيل استغرق هيدا الخسوف الكلي ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، بس سبقه وتلي خسوف جزئي، مما بيعني أنه شدنا على أطول خسوف بالقرن 21. أما في العناوين السياسية اللي ما بتغيب طبعا عن الصحف، حزب الله يضغط لإعادة التواصل مع النظام السوري، تفاؤل بولادة وشيكة للحكومة بعد عودة باسيل، وأي عرض لم يقدم بعد للاشتراكي. الحاج حسن، المعترضون على سوريا سيبدلون موقفهم إذا أرادوا فعلا مصلحة لبنان. حزب الله يقطف ثمار الحملة على ميقاتي، حماية الشخصيات ترهق الخزينة بلا جدوى. وفد كردي في دمشق يبدأ محادثات مع النظام. واشنطن تريد من إيران تغيير سلوكها ولم تعتمد سياسة لإسقاط النظام. وبختم بقلم المطران كيريلو سليم بستروس ضمن الافتتاحية ومقال بعنوان البخل والطمع وحب المال. إلى عناوين صحيفة الحياة، جماعة الحوثيين ترفض خطة جريفيث لليمن، التحالف يدمر غرفة عمليات ميليشياتها في الحديدة. منح التظاهرات زخما جديدا، السيستاني يحدد برنامج الحكومة المقبلة ويحذر من تصاعد الاحتجاجات في الشارع.
إسرائيل أغلقته ساعات عشرات الجرحى في باحات المسجد الأقصى. مصر تعرض دورا في إعادة اللاجئين، الأكراد يطرحون مقايدة مع دمشق لا مركزية إدارية وتعاون ضد داعش. الشاهد الصامت على الإمبراطور أخفى مذكرة عن ملابسات في بيرل هاربر. بوتين يتمسك بالدولار وتمديد معاهدة الأسلحة النووية وختاما في الحياة، فانتازيا منتصف الليل في باريس يعيشونها مجددا في دروب القاهرة. نتابع مع عناوين صحيفة المستقبل. كتير حلوة صورة المستقبل الرئيسي للقمر يلي شدناه، ما بعرف إذا رح يبين تمثال الشهداء لأنه فإذا نبين كتير منيح خسوف القرن. بعناوين أخرى، المقدسيون ينتصرون في الأقصى والاحتلال يواصل القتل في غزة. جمعة الحقوق في العراق والسيستاني يحذر. واشنطن تخفض موازنات الدعم الخارجي وتستثني لبنان. الشواطئ الشعبية الملوثة، ملجأ الفقراء والاتكال على الله. موسكو نحشد الجهود الدولية لعودة اللاجئين السوريين. وبالأخبار الرياضية، فورمولا واحد المجر ريكاردو وفيتال الأسرع. وبختم بقلم بول شاول، دروس بشار في حربه على شعبه. من المستقبل إلى الأنوار، لقاءات للحرير اليوم قد تحدد مصير تشكيل الحكومة. جنبلاط يشارك في وقفة تضامنية لبنانية مع جبل العرب. بقيت شعرة معاوية في علاقتنا مع روسيا، نريدها أن تكون ضمانة لأهل الجبل. مقتل شاب أسترالي لبناني في مزرعة والده قرب ملبورن. اعتداءات إسرائيلية على مصلين في المسجد الأقصى. وبقلم المحلل السياسي، الخطة الروسية لعودة النازحين. أما بصورة صحيفة الأنوار حول الخسوف، منقدر نشوف المراحل يلي قطع فيها القمر، أو على القليلة آخر المراحل أطول خسوف للقمر. موجة الحر تشعل الحرائق في أوروبا. وبالأخبار الاقتصادية، فنزويلا تحذف 5 أصفار من عملتها. وبختم بقلم رفيق خوري اللي بيسأل بعنوان مقالته اليوم، موسكو تنقذ بيروت من إحراج التنسيق. باللواء، الصورة الأوضح لمراحل الخسوف. والقمر قدرناه منازل، الخسوف الأطول يشغل العالم. بالعناوين السياسية، تقدم في التأليف والحكومة مسألة أيام. جنبلاط لن يتنازل بعد مجزرة السويداء. إخبار كهربائي برسم القضاء والمجتمع المدني. روسيا تدعو للمساهمة في إعادة أعمار سوريا. وفد كردي في دمشق للتفاوض. الاحتلال يرضخ بإعادة فتح الأقصى ويصعد في غزة. باسم التميمي للواء، عهد ونريمان إلى الحرية غدا لمواصلة نضالهما. يوم جديد من التظاهرات في العراق، السيستاني للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وختاما، انقلاب مرتقب باتحاد السلة اليوم. نوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية، الائتلاف يجدد الضربات على المرفأ الرئيسي في اليمن بعناوين The Daily Star. وأيضا بعناوين أخرى، العودة إلى الوضع الراهن. مصير الصيغة الحكومية متوقف على باسيل. ومن الديلي ستار منتابع بترجمة لعناوين صحيفة لوريان لوجور، وأنتم ما كانت أمنيتكم للقمر؟ أما في العناوين السياسية، عندما تعتذر صقور إسرائيل من الدروز، جعجع يده ممدودة لحزب الله. وختاما، جنبلاط بموازاة التيار الوطني الحر. نتابع جولتنا ونوصل إلى عناوين صحيفة الشرق. عون يتفهم تصور الحرير للتشكيلة، فهل يتقبلها باسيل؟ بري يستعجل التشكيل والحرير يستعجل ترتيبات صدر واحد. 1000 معتقل من داريا قضوا في سجون النظام. نزوح 182,000 في جنوب سوريا. أقصى هجوم على الأقصى منذ عام 1967. جنبلاط، ليتني أملك السلاح لأذهب إلى السويداء وأقاتل مع أهلها. وبقلم عون الكعكي، إذا عرف السبب بطل العجب. وبقلم عماد الدين أديب، الحرب السوفت بواسطة الميني ضربات. إلى الشرق الأوسط، وفي عنوان الرئيس السيستاني يحض العراقيين على فرض إرادتهم. دعاهم إلى تطوير الاحتجاجات إذا نكثت الحكومة بالوعود، والعباد يدافع عن سجله. الاحتلال فرق المصلين بالقوة، مواجهات في الأقصى.
السعودية تطالب مجلس الأمن بعدم التراخي حيال الإرهاب الحوثي في باب المندب. جريفيث يعلن الخميس موعد المشاورات اليمنية. يجري بالتنسيق مع واشنطن وصالح مسلم يتمسك بضمانات دولية لأي اتفاق. الاستطلاع الكردي في دمشق يكشف اختلاف الأولويات. شهباز شريف أقر بالهزيمة في انتخابات باكستان. عمران خان يطلق مشاورات لتشكيل الحكومة. الرئيس الأمريكي شكر كيم على إعادة رفات جنود. ترامب وبوتين يتبادلان دعوات الزيارة. تأكيد مقتل ذو القرنين في الموصل. مالية الأمم المتحدة في المنطقة الحمراء. وبختم على الأخبار الرياضية. تغريمه 3.7 مليون دولار بعد إدانته بالتهرب الضريبي. صفقة تجنب رونالدو السجن الإسباني. ونوصل إلى الجمهورية المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على الصحف. المهمة المستحيلة إحصاء النازحين. بعناوين أخرى نواب سولو في كسروان والبون مختفي. لماذا لم يحدد الطائف مهلة لتأليف الحكومة؟ أي تأثير لعودة النازحين على الاقتصاد؟ لماذا تستمر التظاهرات في العراق؟ ومقابل كل الصور الحلوة اللي شفناها حول القمر بمعظم الصحف اليوم، صورة الجمهورية عن جد مأساوية. مشهد للنفايات بالأزاعي هنا يعيشون. ومع الصورة المؤسفة بنكون عم نوصل لختام جولتنا على عناوين الصحف. فاصل أول بأخبار صباح، نرجع من بعده منتابع. خليكن معنا. جولة فنية وثقافية لليوم منبلشها مع جمعية لبام يلي عم تحتفل هالسنة بعيد العاشر لتأسيسها، وبهالمناسبة رح بتقدم حفلتها السنوية الصيفية بمهرجانات بيت الدين بقصر بيت الدين طبعا، والدعوة رح بتكون عامة ومجانية. الموعد لكان بأربعة آب بتمام الساعة 8:30 مساء. ننتقل إلى جمعية متروبوليس اللي عم تقدم بالتعاون مع الانستيتو فرانسي دو ليبان لا سيمان دو لا كريتيك. هالأسبوع بيقدم أهم أفلام النقد السينمائي اللي انعرضت خلال فعالية مهرجان كان بدورته الحالية. اليوم الموعد مع فيلم بيحمل عنوان ألترا بولب من إخراج بيترا مانديكو على الساعة 8 المساء. Unite with Tomorrowland مهرجان موسيقي لبنان بيحتفل فيه للسنة الثانية على التوالي بالتزامن مع 7 عواصم عالمية. الموعد رح بيكون مساء اليوم بالبيال ذا باركس ببيروت. رح بيكون مجموعة من الدي جيز اللبنانية رح بيقدموا أول شيء طبعا أهم مقطوعاتهم مثل جونن ماجام وغيرهم، ورح بيكون في بث مباشر من المسرح الأساسي لـ Unite with Tomorrowland ببلجيكا مع دي جيز أرمين فان بيورين، أفرو جاك، ديمتري فيغاس ولايك مايك. شفنا بعض مشاهد من النسخة الأولى لـ Unite with Tomorrowland اللي تمت سنة الماضية على شط جبال. رح ننتقل هلأ إلى مهرجانات ظهور الشوارع اللي بتفتتح فعالياتها بكرة بتحية للجيش اللبناني، وذلك من خلال تدشين ساحة للجيش اللبناني، ومن بعدها أمسية فنية مع الفنانة نجوى كرم. الدعوة عامة.
فعاليات مهرجانات بيت الدين الدولية لازالت مستمرة، فبالإضافة للأمسية اللي رح بقدمها اليوم الفنان قادم الساهر رح بتكون الأمسية الثانية اللي رح بقدمها اليوم بالمهرجان. الموعد المرتقب رح بيكون بعد بكرة التنين مع الفنانة الفرنسية والسيدة الفرنسية الأولى السابقة كارلا بروني يلي رح بتقدم أمسيتها ببيت الدين. Nobody knows you when you're down and out. Heat in your pocket, not one penny, and all the good friends you don't have any. If you get back on your feet again. أعياد بيروت بتنطلق بكرة، والموعد رح بيكون بالبداية مع ميلن هيد ميوزك فيستيفال، مهرجان موسيقي رح يجمع عدة فرق من لبنان والعالم. من أعياد بيروت إلى مهرجانات القبيات، وكمان تقريبا أسبوع أو أكثر شوي بفصلنا عن انطلاق المهرجان. الموعد رح بيكون بعشرة آب مع الفنان نصيف زيتون. من مهرجانات القبيات إلى مهرجانات الشياح، وكمان بعشرة آب الافتتاح رح بيكون مع الفنانة كارول سماحة. إلى مهرجانات بعلبك الدولية، والموعد المقبل رح بيكون السبت الجاي بأربع الشهر مع الفنان الفرنسي اللبناني الأصل ماتيو شديد يلي رح بيقدم أمسية بعنوان The Extraordinary Life Show مع كل أفراد عائلته، يعني مع بيو وإخواته، وضيف السهرة رح بيكون عازف الترومبيت إبراهيم معلوف. من مهرجانات بعلبك إلى مهرجانات كفر دبيان يلي بتنطلق بثلاث الشهر مع أوركسترا نهواند اللبنانية، أما بخمس الشهر رح منكون على موعد مع عازف البيانو الأرجنتيني راول دي بلاسيو. إلى الأنديو سيني كلاب يلي رح يعرض بعد بكرة التنين فيلم The Party، هالفيلم يلي من إخراج بليك أدواردز وبطولة بيتر سيلرز، أنتج سنة 1968، فيلم كوميدي بامتياز. الموعد رح بيكون على الساعة 7 المساء بالأنديو. The Party. سمر كموج عفوا تغني محمود درويش، وذلك بمناسبة إطلاق كرسي الشاعر محمود درويش للأدب والشعر بمبادرة من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS. الموعد رح بيكون بتسعة آب بتمام الساعة 7 مساء بقصر اليونسكو، ورح بيرافق سمر كموج موسيقى الكونسيرفاتوار بإشراف الأستاذ عدنان المير. Don't go.
مهرجانات قصور الدولية يلي رح بتقدم أمسية اليوم مع الفنان التونسي لطفي بوشناق والأوركسترا. ونسي نجوم الليل وفرش الفل والياس في كل طريق طويل امسح دموع الناس خلي دمك. وطبعا كل العروض عم تستقبلها قلعة تشقيف الأثرية. من مهرجانات صور رح نختم جولتنا مع مهرجانات عين قبل يلي رح تقدم ضمن مواعيدها موعد بعشرة آب مع الفنان عاصي الحليني. قلبك مشتاق لك عينك بتسهر لك روحي بتندهلك. والختام مع مهرجانات غسطة يلي أعلنت عن مواعيدها وب 24 آب موعد مع الفنان راغب عليمي. أمش بالكلام تملك عيني وقلبي وتخليني أحب. لو عالكلام هيك منكون وصلنا لختام جولتنا مع عشقة هالمهرجانات الكتيرة. اليوم السبت موعد ثابت مع زميلتنا وردة طبعا عبر إذاعة الشرق وسن والسبت، وضيفة لليوم النائب نزيه نجم بالإضافة للرأي العام. سن والسبت 8:30 صباحا إذاعة الشرق. كيف عم بيكون وضع الطرقات؟ خلينا ناخد فكرة. المشغل ياسر حسان من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا على الخط، وأكيد معه منعرف كيف عم تكون أحوال الطرقات صباحا. مرحبا. أهلا. أخف من باقي الأيام؟ إيه نعم مزبوط، يوم السبت نهار سبت عم تكون طبيعية، منبلش من دبي. أوكي. حركة السير عم تكون طبيعية جدا، بتضل مكفية هيك باتجاه أنت الياس. الطريقة البحرية أنت الياس عم تكون عندنا فاضية. بالنسبة لزلق نهر الموت أيضا حركة السير عم تكون طبيعية، بتضل مكفية هيك باتجاه الفورم. بالفورم عم يكون عنا شوية ضغط باتجاه الكارانتينا، أما حركة السير على الصيف بترجع لطبيعتها. بالنسبة لبالفورس إن الفيل حركة السير طبيعية جدا، بتضل مكفية هيك باتجاه السلومة وصولا إلى جسر الواطي. أوكي. بالنسبة لسبورت سيتي أيضا حركة السير عم تكون طبيعية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم إسلام. أما المدخل الشرقي السيد حركة سير عم تكون طبيعية باتجاه أوتستراد الرئيسي من لحود، وعنا على مستديرة العدلية أيضا حركة سير طبيعية. هذا بالنسبة لحال الطرقات لليوم. لابد من الإشارة نسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 19 حادث ناتج عنه 26 جريح للأسف. أما بالنسبة لمخالفات السرعة على الرادار تسجل عنا 793 مخالفة بال 24 ساعة الماضية. اوكي. نتمنى من جميع ساكن التزام قانون السير، ونطلب منهم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @تيمسي لبنان او على فيسبوك رفيق التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. وهيدا كل شيء حتى السير. شكرا لك ليس، يعطيك العافيه. فاصل جديد نرجع بعده لمتابعه اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. لبنان والعالم كانوا على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة، أطول خسوف كلي للقمر بالقرن 21. الخسوف استمر لأكثر من ساعة ونص، وعلماء الفلك سموا الظاهرة بالقمر الدموي بسبب لونه الأحمر. بعين زحلتا، بكفر دبيان، بإهدن وبمعظم القرى والبلدات اللبنانية سهروا اللبنانيين على ضوء القمر واستمتعوا بجمال الطبيعة وعجائبها. البعض اعتبر هالخسوف في الخير، والبعض الآخر اعتبره نذير شؤم، بس الأهم أنه نحن والقمر منبقى نقطة صغيرة بسر هالكون الواسع. مع نهاية الأسبوع منهرب من ضجيج السياسة، مناخد استراحة صغيرة صوب الجبل أو صوب البحر، وارتفاع درجات الحرارة ما بيمنعونا من الاستمتاع بنهار مشمس. وبالليل المهرجانات الفنية حجزت مكانها بكل المناطق اللبنانية، والمنافسة مطلوبة لتقديم الأفضل، فالمهرجانات بتبقى صورة حضارية عن لبنان العاشق للفرح. كيف عم بيمضي اللبناني موسم الصيفية؟ منتابع سوا هالتقرير مع زميلتنا رولا أمير الدين. بالصيفية بتظهري بتروحي بتشوفي مهرجانات سياحة كل شيء. أنا ما عندي وقت بس ولادي بيحضروا كتير. وائل كفوري أكيد. عاصي الحلاني كلهم. حب زياد.
صراحة زياد. وبيت الدين طبعا. هلا في كاظم. كنت احضر بطلت لاني ختيارة. هي صيفية لبنان المليئة بالاحتفالات والمهرجانات، أكثر من 100 مهرجان نظموا على صعيد مختلف المدن اللبنانية والقرى الضيعوية، آلاف الناس من محبين النشاطات الثقافية والفنية حجزوا تذاكرهم ليشاركوا بموسم حافل بالمهرجانات المحلية والدولية، فكيف عم يمضي اللبنانيين صيف لبنان 2018؟ رايحين على مهرجان بعلبك، زوج خباز، زياد الرحباني عم بحضره. وفي كلاسيكال ميوزيك او شيء او اوبرا أو بحر شويه جبال وجوليا ستو عملية مي زرقاء وانا قبل منها بشهرين عملت عملية مي زرقاء بقى معفيين الصيفية معفيين الاغاني العربية والمطربين مو كتار اعرفهم بس الصراحة يعني اي شيء يخص لبنان بحبه مشان هيك اجي هون بصيف كل سنة حسي في روح نفسيا بيرتاح الناس لتظهر بتضل قاعدة بالبيت بيعصب وبيقعد رغم حب اللبناني للاحتفال والحياة والفرح تبقى الظروف المعيشية للبعض عائق للاستفادة من موسم صيفي حافل بالحفلات والمهرجانات ما في سيولة لا بقدر حتى لو كنت بقدر احضر بشيل من اولادي للمدارس وغيرها صاحب الزاوية الدخل المحدود ما بيقدر يحضر عنها بس اذا بدي اروح انا وعائلتي ايه في اسعار رخيصه للبطاقات وين بدك تقعد اخر العالم ما بتشوفي شيء بدنا دول لا شحن لست جوليا $20 يعني بدي اوقف وين ما مضطر شيء من البيت للشغل من الشغل للبيت بعدني بشتغل لهلا في ويكند ولا بحر جبل ولا بحر بعد عنا بحر انا ما بحضر شيء بحضر مكلتوم اسمهان وفيت عطش وبنام بس بس فيروز انا بتمنى على ست فيروز ست الكل شمس لبنان فيروز بتمنى ترجع تغني بمعلبك تغني بلبنان تغني ترجع تغني لنا المهرجانات اللي عكست وجه لبنان الحقيقي نقلت الصورة الحضارية عن بلد رغم جميع الظروف والصعوبات بيبقى مساحة كبيرة جاذبة للسياح ووجهة لاستقطاب المغتربين للاستمتاع بصيف مليء بالنشاطات الترفيهية والثقافية والفنية طلعنا جبال بس ما صار غير كم يوم ما بعرف كتير بس شو لهلا ما شفت كتير حلو والله جبال اودر بلاش تونور بيروت بعلبك يا رحنا الروشة مبارح أول مبارح ومبارح رحنا حريصة وطلعنا كنيسة بتاعت السيدة لبنان جميلة جدا وركبنا التلفريك حركة منيحة حلوة كتير ونشطة أنا في أحلى من لبنان هذا بلد جني I love Lebanon أطلقت عليه السيدة فيروز لقب سبع الأغنية هو الفنان الراحل فيليمون وهبي يلي رغم أنه كان مش كتير ملم بقراءة النوتات إلا أنه كان من المبدعين يلي رسموا هوية الأغنية اللبنانية اشتهر فيليمون وهبي إلى جانب التلحين بأدواره الكوميدية وأكثر شيء شخصية سبع يلي انزرعت فيه ورفقته بحياته الفنية والشخصية تكريما للفنان فيليمون وهبي قدم الفنان سماح ابو المنى امسيه غنائيه بمترو المدينه حملت عنوان كشوا الدجاج تقرير بيعطينا التفاصيل ربخ الدجاج بعض الدجاج ربخ الدجاج بعض الدجاج
فق الصيصان فوق الحيطان وكل الطيبة يا عين عملتها وبلي كشو الدجاج من قدام البيت ويا ريت ترجع أيامي. تعودنا نشوفه بكل العروض وعلى مختلف الآلات الموسيقية وبالأخص الأكورديون، غالبا بيكون نبض العرض بعزفه وحيويته، ولكن هالمرة ولأول مرة عم بيكون الموسيقى سماح أبو المنى هو العرض، بما أنه عم نكتشفه بالغناء وبأدائه لأهم ألحان في ليمون وهبة بعرض مسرحي وغناء جديد له أكتر من سنة عم بفكر فيه، عرض من فكرته وغنائه استرجع فيه أهم ألحان في الموهبة المعروفة والغير معروفة واللي من مختلف الحقبات واللي حمل عنوان كشو الدجاج. صار لي شيء أكتر من سنة بفكر فيه وبعمله بالبيت أو براسي، بس اليوم لاختمرت الفكرة إذا بدك ولجمعت الأغاني الصح تبع في ليمون، لأنه نحن عم ننقي بس أغاني في ليمون اللي عملها لإله للكاركترز اللي هو كان يطلع فيهم بالمسرحيات مثل سبع ومثل القصص تاني كانت بجلسات خاصة مع في ليمون. ومن كنتر ما بتحبه راحت معه خاطئة فيلم موهبة عنده كتير لمسة موسيقية خاصة شعبية إذا بدنا نقول، عم نجرب نوحيلها بهذا العرض، ما عم نعمل بالضبط فيلمون كيف عمل أغانيه، بس عم نجرب نقدمهم بطريقة فيها الروح اللي لحن فيها. كتير بستمتع إنه كل آلة أنا عم بعزف عليها هي لون معين، لما أعزف أكورديون كون عم بعزف الشرقي مثلا والبيانو والهارمونيكا الغربي. سماح أبو المنى اللي نجح بتأديت شخصيات مسرحيات في ليمون وهبة وألحانه العديدة خصوصا بمسرحيات اللي ألفها للأخوان الرحباني، أدى هالمرة في ليمون ببساطته طرافته وهضامة شخصياته المتعددة، وواكبوا بهالأمسية على المسرح مجموعة من الموسيقيين المعروفين مثل أسامة الخطيب على الكونتخباس، عمر الخطيب وبهاء ضو على الإيقاع، فرح الدور على البزق، جورج الشيخ على الناي، وضياء حمزة على الأكورديون، بعرض مسرح غناء جديد انطلق ومستمر على خشبة مسرح مترو المدينة بشارع الحمراء. حلو إنه سماح قرر يرجع يحط الكاركتر تبعه بقلب هذا العرض، فبتلاقي سماح ما عم بيعمل فيليمون دايركتلي قد ما انه عم شوف سماح عم بيغني اغاني وريبرتوار فيليمون وهبة بطريقته. بتشكر هذا المسرح لانه عنده هالشطاره والثقافه والفولونتي انه يعرفنا على فنانين كبار. الشاب يلي بيغني كتير مهضوم، انا سمعته نحن بنجي على طول على مسرح المدينه بنحبه كتير ومهضوم كتير، وقلنا زمان ما سمعنا اغاني حلوه هيك، مشان هيك من حجين نحضره. من مترو المدينة إلى شوارع العاصمة، كاميرتنا نزلت بين الناس وسألتهم شو يلي بيخليكم تعصبوا؟ أجبت الناس المتنوعة رح منشوفها كلها بهالتقرير. اللي بيعصبني الدولة اللبنانية كلها طبعا. ولخير يا شقمتين ارتحت لتعصب، أنا معصب هلا مثلا بعبي بواسط هون، منعوني كوني لبناني منعوني، عملوا لي تعال ممنوع تعبي بواسط، روح اقعد ببيتك، والسوري عم بيعبي على الطريق، شو بعمل؟ بروح بتجي بالمخدرات يعني؟ طبعا هذا اللي معصبني. آخ آخ. لا 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 لا، الحمد لله، الحمد لله. في كثير أشياء بتعصب تانية يعني، ولا سيجارة، بيمشي الحال. بعصب على الغلا هيدا، غلا. ك
كل شيء غالي يعني. عجقة طرقات فيش خلي بالسيارة بدعسها بيحرقها. لا 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 ما بعصب أنا ما بعصب كيف بدي عصب؟ كل شيء عنا بالبلد بعصبني، السير الدج الجاي الاقتصاد كله سبلهم بس تركوني ولادي من سنة 88 وما بعرف عنهم شيء وحيات ما يرفض بيعوني شعبت الأرض والبيت وسفرتهم لبرا. هذا اللي معصبني أنا ما بعصب هو بحب أم كلثوم وفريدة بحب يسمع الكذب بتعنش ببرم ظهري بتركوا يحكي وحده الشوب والعانة. لا لا أنا رايقة ما في أروق مني. شو اللي بيعصبني؟ بالوضع رايق رواق هو الرواق أحسن شيء. ما عصبته لا مرة لهديت هلتني ما عصبت من الشوب. لا ما في حدا بيعصبني، كل ما هي الصحة منيحة كل ما كل شيء تمام. كل شيء ما في شيء، شو في شيء مليح بالبلد كل شيء بتعصب. إن شاء الله كاس مسكي وخلاص انتهى الموضوع. شايفني شو رايق أنا؟ ماني معصب. بتضحك، ما هي قد ما بتتعود على التعصيب آخر شيء بدك تضحك. جرب ما فيش خلق بحدا وربنا بيعطي الصبر. من الدولة، سب للدولة، كذب بعصب، شفت شيء أكذب من هيك دولة؟ أنا كل حياتي رولكس. فينا حبة لجتالين يا خيي. من كل شيء، معاشات قليل، عن جد يعني إنه مصروفنا كثير، مدخول قليل، في غرب كثير، نحن هلا اللبنانية ما لنا حقوقنا هون. أعصابي باردة، الحمد لله. لا بس ما عصبة. لا. أشغال فيه؟ إيه شغل ما في. طيب إذا واحد ما معه مصاري منين واحد بيصرف؟ حبيبي في مرحبا جيبونا كهرباء وبس ما بدنا غير شيء. المهرجانات الفنية ما بتلغي النشاطات السياحية والرياضية، والدليل راس المتن عم تتحضر لإطلاق مشروعين بكرة. بناخد تفاصيلهم من ضيفنا رجا بورسلين نائب رئيس بلدية راس المتن. أهلا وسهلا فيك. أهلا. عم نحكي عن منطقة مشهورة بالسنوبر مثل ما فرجينا الفيديو. قبل ما نحكي تفاصيل هالنشاطين اللي رح تطلقوهم بكرة، بشو مشهورة كمان راس المتن؟ راس المتن مشهورة بالسنوبر، هي عاصمة السنوبر بلبنان، مشهورة بالأكيدة بطبيعتها الحلوة، باستقبالها للضيف بأحلى وجه، وبأكيد الثقافة والعلم والمدارس. يعني عم نحكي عن راس المتن الضيعة. الضيعة أكيد يلي بحيطة كتير المتن الأعلى. أوكي. نحن راس المتن هي ضيعة من قرى المتن الأعلى اللي هن 27 ضيعة منضوين ضمن اتحاد بلدية المتن الأعلى. أوكي. اللي بيرأسه هلأ رئيس بلدية راس المتن مروان بيك صالحة، واللي كمان كمتن أعلى عم بيكون فيه نشاطات كتيرة بكل المناطق وبكل المتن الأعلى، وإن شاء الله نكون إيد واحدة لرفع شأن المتن الأعلى ولبنان سوا. خلينا نبلش بالنشاط يلي بكرة رح يبلش صباحا يلي هو هايكينج، وأكيد الهدف منه هو دعم الصليب الأحمر اللبناني. أكيد نحن بكرة الصباح الساعة 8 في عنا هايكينج رح يكون طول المسار 7 كيلومتر، رح يمشي بطريق كتير سهل ما فيها انحدارات كثيره، كونه راح يكون معنا مشاركين كثير باعمار مختلفه. بعد منها راح يكون في ترويقة قرويه بسرايا راس المتن التاريخيه اللي هي سرايا الامراء اللمعيين واللي بعدين صارت مدرسه الكويكرز، وراح يكون هيدا النشاط تكاليفه من مقدمه من جمعيه الاي اف دي سي، هي جمعيه حمايه الثروه الحرشيه، ومن بلديه راس المتن، وراح يكون الريع الاشتراك اللي عاملينه الرمزي لصليب الأحمر اللبناني فيلوغا. نعم. فيلوغا.
لغة أكيد، لأنه نحن صليب الأحمر بمنطقة المتن الأعلى مركزه في اللغة، والصليب الأحمر بغطي كل هاي المنطقة، بغطي اسم من خط الشام ومن أكثر المراكز اللي بيعمل عمليات. ومنطقتنا يمكن أكيد من المناطق الفقيرة يعني شوي بعدد السكان وبهيك، بس سياحياً مقصودة كتير، ولكن بعدد سكان مساحة جغرافية كتير كبيرة وعدد سكان أقل. وأكيد بيكون في مع الصليب الأحمر أو مع أي مؤسسة اجتماعية بيكون في شوية صعوبة بالتمويل مشان هيك ضروري بالحرق وبالمتطوعين. طيب الهايكينج المسار تبعه رح يكون 7 كيلومتر بقلب الضيعة، بقلب راس المتن، بيمرق بقلب غابات الصنوبر. أكيد هايكينج كتير ممتع ورح يكون مشوق، ومنتأمل من الناس إنه تشارك بكثافة لحتى يكون الدعم للصليب الأحمر أكثر. عندكم فكرة عن أشخاص مشاركين من برات المنطقة حتى من برات المتن الأعلى؟ تنقول من برات المتن الأعلى في عنا كتير جروبات هايكينج أكدوا حضورهم من أغلب المناطق اللبنانية، ومن أغلب الجمعيات مثل فاموس تودوس، مثل بيهابي، مثل أغلب الجمعيات مثل برمانا هايكينج جروب. هاو جروبات بيجوا بيمشوا عادة بالطبيعة براس المتن، فكتير منهم أكد من مكفرد بيام من الشمال من الجنوب، في عنا كتير إن شاء الله مشاركين. أوكي، المشروع الثاني يلي رح يتم إطلاقه بكرة هو مشروع السياحة الريفية، عن شو عم نحكي تحديدا؟ مشروع السياحة الريفية هو مرق دعاية صغيرة اللي مظبوط الفيديو بتعرض راس المتن. نحن عاملين بروشير اللي هو هيدا اللي هو معي، اللي بيحكي عن كل المواقع اللي براس المتن، ببلش شرح عن راس المتن، بيرجع بيشرح عن سرايا راس المتن مثلا التاريخية. فينا نشوف البروشير بعد هيدا البروشير هو راح يكون عم يتوزع بكره، وراح يكون موجود بكل المراكز اللي واردي فيها، يعني مثل متحف عادل صالحة، مثل السرايا، مثل عين المارج، مثل يعني كل الأماكن السياحية اللي عم تحكوا عنها بهيدي البروشير رح تكون موجودة فيها هاي البروشير. مزبوط، ونحن على قفا هيدا في شرح، وفي عنا الأكتيفيتيز بالآخر اللي هن باللون الأخضر، هن الأكتيفيتيز اللي بتنعمل براس المتن، من هايكينج، من بايكينج، من رابيل. يلا بلشنا هون مثلا عين المارج. لا، يمكن هيدا معبى عشوائيا. هيدا متحف هون صالحة. مزبوط، هيدا متحف النحات عادل صالحة. أوكي. هيدا بيت الغابة، بيت اللي هم نبيع فيه منتوجات الغابة يلي بلشنا فيه الفيديو أصلا. هيدا شير الهزاز، هيدا صخرة كبيرة كان يقعد عليها الأولاد، حدا يهزها بتهز الصخرة ولاقيها على 3 صخور صغار. بعدها بتهز؟ ما بعدها بتهز لانه انضربت بالحرب. ليش تحط فانيس عليك؟ بس عم نحاول نلاقي طريقه. هيدا شو جسر عم ترجعوا تلاقوا تعليقات لا فيها نقطه، لان هيدا في صوره كثير عثمانيه، يعني صوره من ايام الامير فخر الدين وما قبل. هيدي كنيسه راس المتن 1817. الخلوه هيدي خلوه تشقيف، خلوه بمسار فوق وادي كثير كثير حلو. يمكن ما قديش هالاماكن السياحيه معروفه؟ يمكن مش معروف كتير لأنه ما عم يضوى عليها، ولكن كوننا بالسياحة البيئية لا، صرنا من أشهر الضيع يمكن على صعيد لبنان وعلى الخارطة اللبنانية للسياحة البيئية، ونحن نتمنى أنه نضلنا سياحة بيئية ويضل عندنا 70% من الخضار براس المتن، ونضلنا محافظين على هيدا الغطاء الأخضر لنكون مثل ما بيقولوا نحن رئة بيروت. أوكي. طيب ليش اخترتوا تبعدوا عن المهرجانات الفنية؟ ليش ما عملتوا مثل باقي المناطق؟ في عنا مهرجان فني عادة بقوم فيه جمعية سيدات راس المتن اللي هو مهرجان الصنوبر، من 5 بعتقد ل10. في عنا مهرجان كثير كبير رياضي، مهرجان الأبطال الرياضي، في الشباب اللي توفوا بحادث سير على أسمائهم سيزار وماهر وأدوناي، عاملين المهرجان على اسمهم، وراح يكون مهرجان رياضي كتير مميز كونهم كانوا رياضيين. في عنا إضافة لهودي الحدثين النشاطين، في عنا على مدار السنة على طول في عنا حفلات أو أمسيات شعرية أو ندوات ثقافية أو طبية معبّة الوقت. المشروع السياحي اللي رح يتم إطلاقه بكرة كيف رح تدعمه؟ نحن هيدا المشروع لازم يكون في له حلقة رح بتوزعوا البروشير. هيدا البروشير رح يتوزع ورح يكون على طول بمتناول اليد اللي مولته اليو اس ايد. مشكورين لأنه مولوا هيدا المشروع، ويمكن مولوا مشروع تاني عنا اللي هو
سيارة إطفاء للتدخل السريع. أكيد نحن كبلدية رح نضلنا محافظين على هذا الريتم ورح نمول هذا المشروع. والأي أف دي سي اللي هي جمعية اللي بتهتم بهذا بالنشاطات من زرع مناطق اللي تجير بعد الحرايق ولا مناطق تجير مساحات خضراء جديدة. كلنا عم نتعاون وكلنا ايد وحده لانجاحه. بس كثير منيح. هلا حتى نشاط الهايكنج في عندي كمان بهذا الموضوع كنا عم نحكي على الغطاء الاخضر. في عندي مناشده عبركم وعبر تلفزيون المستقبل لوزير الداخليه. نحن استشهد عنا شخصين بالدفاع المدني ولليوم مركز الدفاع المدني ما في. نحن اكبر منطقه حرشيه نتمنى باسرع وقت يمكن باخر اجتماع بين معالي الوزير وبين رئيس الاتحاد اللي هو مروان بيك صالحه وعدوا انه يكون في رئيس للمركز. بدنا يكون في رئيس للمركز يرجع يفتح مركز راس المطن حتى لو بده ينقل اطفائيه. يا عمي اذا خسرنا المساحه الحرشيه اللي براس المطن ما حدا راح يعوضها. يمكن صح. في مراكز في ثلاث اطفائيات اذا ما في فينا ننقل من محل تكون تدخل سريع. امبارح صار حريق وبناشد وبتمنى مثل ما عمل الرئيس سعد الحريري اللي من سمع مناشدة أو حب هالمرة الختيارة لإله زارة أنه أوصل ويكون مركز الدفاع المدني طلع قرار برئيس لإله نطلع من أي أمور سياسية يمكن عم بتعرق لهذا الموضوع. مكة أدرى بشعابها هيدا بالنهاية البيئة أكيد. بلبنان ومنطقة حرجية مكة أدرى بشعابها. ومروان بيك يمكن طرح اسم وبتمنى أنه يكون في تجاوب لهذا الموضوع لأنه منطقة حرجية ومعرضة جدا. نحن رئيس بيروت ونحن الحزام الأخضر اللي بمحيط بيروت 17 كيلومتر مربع فيه 80% أو أكثر غطاء أخضر. ما بدنا يصير لا تصير صحراء بمحيط بيروت ولا تصير منطقة إحلى ومحروقة لأنه في حال اندلع الحريق كثافة الأشجار والغابات اللي عندنا اللي هي الأكثف بلبنان وكلكم بتأدي إلى انتشاره بسرعة ويمكن بنفقد الغابة بكاملة من دون ما نلحق مثلا فالتدخل السريع هو المهم. نحن بس معك دوينا على هيك بشكل سريع على كل النشاطات اللي عم بتصير براس المتن. بدنا نشكر حضورك معنا السيد رجاء أبو رسلان يعطيك ألف عافية نائب رئيس بلدية راس المتن وموسم موفق. شكرا لكم. إن شاء الله يسمعك شكرا لتلفزيون المستقبل اللي هو فيه. صوت الناس وعلى طول بقرب الناس. تسلم. شكرا. نحن رح نتابع خليك دقيقة رح ننتقل إلى مستشفى بيلفيو مع إنجاز طبي بخلي لبنان يدخل إلى خارطة السياحة الاستشفائية مع نجاح أول عملية زرع رحم بلبنان على يد فريق من الجراحين اللبنانيين وكل التفاصيل منتبعها بهالتقرير. ابتكار جديد فريد من نوعه أصبح لريهام شحادي ابنة ال 25 سنة أمل بأنه تصير أم وأما اللي وهبت لها الحياة وهبت لها رحمة. أما الفريق الطبي اللبناني من أفضل الأخصائيين بعمليات الزرع والجراحة النسائية وبعد 12 ساعة من عملية الاستئصال بمستشفى بلفيو سطروا تاريخ جديد بالإنجازات الطبية اللبنانية ليكون لبنان من الدول العشر الأولى اللي بتقوم بهالنوع من العمليات. هذا تاريخ مهم بتنجرى نقل رحم من أم لبنتها اللي خلقت بلا رحم يوم صار فيها تحبل وتجيب أولاد. نحن اليوم كتير سعيدين أنه أنجزنا هالإنجاز الكبير. البنت بتخلق بلا رحم بتكتشف هالشغلة بيصير في عندها شيء نفساني صدمة نفسانية كتير قوية. ريهام كان عندها كتير شجاعة وطلب غير عادي لهالشغلة رغبة كتير عالية وعلشان هيك فاتت فيها للمشروع لأنه منها هينة وأكيد بعد العملية كانت فرحتها كتير كبيرة. سنتين من
من التحضيرات والجهد المتواصل ضمن برنامج بحث علمي أجراه فريق طبي لبناني مع فريق طبي سويدي لتكون عملية مكللة بالنجاح والإصرار وفخر لكل لبناني. من بعد ما كمان اجتمع الفريق الطبي وتأكدوا من تجهيزات غرف العمليات، لأنه عملية بتستغرق أكثر من 12 ساعة متواصلة بغرفة العمليات إن كان للواهب وللدونر وللريسيبيانت، تأكدوا من كل شيء. وآخر شيء توصلنا أنه مستشفى مركز بيفيو الطبي هو بيكون أكيد المركز المعتمد من قبل فريق السويدي لليان بهالعملية هيدي بكل منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا وتركيا. أكيد الفحوصات اندرست من كل الحكمة، من حكمة النسائي، من حكمة الإيرولوج، المسالك البولية، من حكمة الكلى، من حكمة الأمراض الالتهابية. هيدا بيعطي أمل للأمات اللي للسيدات يلي بدهم يكونوا أمات ومش قادرين كان عندهم لأسباب متعددة انه يصير في امل اليوم بهالعملية هيدي اول مرة بالشرق الاوسط. تابعين أخبار الصباح، وبيت الفنان بحمانة بيحتفل بالسنة الأولى على تأسيسه، وبهالمناسبة رح نستقبل اليوم دكتور روبير عيد، حضرتك مؤسس بيت الفنان بحمانة، وأوريليان زوقي حضرتك المدير التنفيذي لكل هالبرامج الفنية المميزة اللي قدمها بيت الفنان من سنة لهلا. قبل ما نبلش حديثنا معكم بدنا نرجع نعيد هالتقرير يلي عرضناه السنة الماضية على افتتاح بيت الفنان، ونرجع ناخذ كل التفاصيل منكم. وسط طبيعة ساحرة بقرية حمانة الجبلية تأسس بيت الفنان ليكون فضاء ثقافي ومركز للإقامات الفنية ومساحة للابتكار والتواصل. هالمبادرة الفردية أطلقها دكتور روبير عيد بالشراكة مع مجموعة كهرباء. زوايا هالمكان تعرفنا عليها بجولة خاصة نظمت للإعلاميين. في أماكن للحياة اليومية، في أماكن للتركيز وللشغل على الطاولة، في أماكن للتدريب على الشغل المسرح، وفي أماكن للشغل الحرفي واليدوي. يعني هيدا البيت إذا بدك على طول حيكون حاضر، واللي بيقدمه والمختلف عن باقي المبادرات السقفية هو أنه عن جد متمسك بإحياء الحياة السقفية على مدار السنة. فالبيت تخيلناه بأنه بالصيف المسرح الهوى الطلق يلي أكيد شفتوه حيكون عم يستضيف العروض بالصيف، بس بالشتاء الفضاءات الداخلية كمان مجهزة لأنه تقدر تستقبل محاضرات قراءات. نحن والقمر والجيران رح ينتقل من مريم خايل إلى بيت الفنان حمانة، ومعه رح يهيمن على المكان لحظات شعرية وفنية ممتعة. كمان هو كان منصة عم نرجع نعزم كل الزملاء وكل الشركاء يرجعوا ينضموا معنا لحدث كتير حلو بيجمع الكل ببيروت. فطبيعي انه لما نحن انتقلنا لهون فكرنا انه نخلق دورة خامسة لهذا المهرجان يخلق جسر بين بيروت والمناطق. كمان اليوم عم نعزم الجمهور من مطرح ما خلق المهرجان وكبر المهرجان بمرم خايل ليطلع معنا لهون على حمانة، يستفيد اول شيء من جمال حمانة ويستفيد من عروض إضافية. يعني رح يكون في ليلتين بمرم خايل ب 29 و 30 أب، من بعدها 2 و 3 سبتمبر أيلول رح يكون بحمانة. هالسنة نحن والقمر والجيران رح يسافر أبعد بمغامرة جديدة للمهرجان ولمجموعة كهرباء.
بعد ليلتين بمرمخايل ضيعت حمانة يلي بتبعد 40 دقيقة عن بيروت عم تدعينا لأمسيتين من الفن نتشاركهم مثل عائلة عم تكبر. أفاق جديدة للحياة الثقافية والفنية رح تكون مفتوحة للجميع بشكل مجاني، غنى، مسرح وحكايات من فنانين وفنانات رح يلتقوا بهالمكان. هذا المكان نشغل وفكرناه بطريقة انه نقدم لكل الفنانين اللي بيجوا ياخدوا اقامة فنية هون يشتغلوا بشكل كتير منيح، عندهم مكان للاقامة يناموا ويعيشوا يمضوا وقت مميز برات زحمة المدينة. اكيد مثل كل سنة الحصة الاكبر هي لفنون العرض، رقص، مسرح، سيرك، وطبعا مثل ما الجمهور بيكون متنوع الفنانين كمان متنوعين والفنانات. شاركونا هالمغامرة، دعموا نحن والقمر والجيران. يعني اللي عم نشوفهم هن مشاهد من الريبورتاج اللي عرضناه من سنه تقريبا وقت افتتاح بيت الفنان بحمانه، مشان هيك خليني اقول انه كل المواعيد الفنيه اللي ذكرت هلا بالتقرير قطعت، صارت قديمه. هلا بدنا نحكي عن المستقبل. دكتور، اول شيء بشكل سريع، البيت مش لإلك اصلا، هلا صار لإلك، انتوا قاعدين كعائله ببيت ثاني، هيدا البيت قدامكم، شو خطر لك؟ ملكيه البيت اجت بالصدفه، مش وقت هلا نعرضها. أيه. بس النتيجة صار في بيت قديم عمره 100 سنة وحوالي قطع أرض أو جنينة، التفكير أنه بدنا نعمل شيء حلو بيجذب الناس للضيع، يعني أنا دائما بحس بقلبي أنه الضيع عم بيهجروا السكان من الشباب ولأقل شباب، أقل وأقل فيها حياة، فتكون نقطة جذب، هذه كانت الفكرة الأساسية. جهزته كله يعني مع الجنينات اللي حواليه، بس خلينا نقول إنه هو كان طابق واحد وعمرته فوقه طابقين مثله نفس الشيء. فوقه وحده وحواليه يعني ووراء عملنا مسرح يعني بساعة 500 شخص، مسرح مكشوف عدا الصلاة الداخلية. يعني صار في مركز ثقافي دائم. مظبوط. بيحمينا من خلال بيت الفنان، مش انه هالعالم اهل الضيعة بينطروا مهرجان او عرض معين، صار هو مفتوح على مدار السنة. اوريليان، من سنة لهلا شو الانجازات اللي قدر بيت الفنان يقدمها؟ نحن اكيد من خلال جولاتنا الثقافية كتير عروض مسرحية وموسيقية استقبلها بيت الفنان، والاجندة يمكن هلا عبت لسنة الجاي. الاجندة كتير كتير حلو لقدام كمان، يعني من سنة نحن كتير مبسوطين لانه صار في مشاريع كتير متنوعة بين استقبال الطلاب، ورشات تدريب، عروضات موسيقى، مسرح، موسيقى كلاسيكية بقلب البيت، لأنه نحن ما بنسكر وقت الشتاء، يكون دايما في مواعيد صيف شتاء، يعني صيف شتاء دايما، وصار في تنوع كتير كبير من الأكتيفيتي اللي قدرنا نستقبلها هالسنة، اللي هي بتعطي صورة للمشروع كله، كيف نحن حابين نستقبل الفنانين، نستقبل الجمهور لتجربة مميزة من الفن والثقافة. دكتور أكيد بتوثق فيه يعني لسلمته هالمهمة، بس قديش بتتدخل بالعروض؟ يعني قديش بتقول لا ما بدي هاي بدي هاي أو العكس؟ شوفي، بالأساس صلنا 4 سنين منفكر الكونسبت المبدأ كيف بده يكون، وبأربع سنين الناس بتوصل لأشياء كتيرة، اتفقنا على الخطوط العريضة والخطوط الأقل عرض. بالنسبة لفلسفة بيت الفنان، أول شيء مثل ما قلتي ما رح يكون مهرجان أبو 3 جماع وبيخلص، على مدار السنة في أشياء عم تحصل. تاني شيء في محل الفنانين يجوا يقعدوا يسكنوا يشربوا ويناموا وينتجوا، يلي ما بتلاقيه بمحل تاني. اما بالنسبه للبرامج، كل مقسمين السنه يمكن لثلاث فصول مش لاربعه، كل فصل 4 اشهر، مثل هلا عملنا برنامج الصيف من اول حزيران لاخر ايلول. طبعا هن مجموعه كهرباء عندهم اتصالات بارتناريا فنيه بالعالم كله، بيروحوا بيحوشوا كل شيء ضمن فلسفة الهي وبحطوا على الطاولة كتسي من المقترحات اللي هي البرنامج، وبتغربلوا من غرب المنون وبعدين مننقي الأحسن، وبعدين أحيانا أنا بقول طيب ليش ما بنعمل شيء، لأنه بفكر ممكن في جزء من الجمهور يهتم بشغلة أو أخرى، مثلا الزجل أو نعمل مكان العرض، مش دائما بيكون العروض بقلب الهي، في منهم عمل لهم بساحة الضيعة، ساحة الميدان مثلا اليوم عشية
في مونيكا كوارتيت جاز، بنت من حمينة اكتشفناها كانت عم بتساعد المجموعة الفنية، ورح تقدم اليوم بساحة الضيعة كونسير جاز. ففي التنوع، يعني حتى تنوع في المكان وليس فقط في البرنامج. ما زالك ذكرت، بس خلينا نقول انه جمعة الجاي نهار الجمعة فاضية بالحاج هي ضيفتكم، ورح تغني جبران وفقد جبران، وهو الريسيتال اللي عملته بموريال، يعني هذا حدث كتير مهم. وهي قلبها قريب شوي من حمانة لأنه جوزها من شبانية. أوكي. أنت جيت من عالم المصارف، وأوريليا أنت عضو بكوليكتيف كهرباء ولقيته بعد من خلال المعهد الفرنسي، بس قديش شغفك بالفن كبير عن جد تقمت بهيك مشروع بهيك استثمار بس بمحله؟ هو يمكن في شغف من جهة، ومن جهة تانية الإنسان بحب ينوع. يعني العمل المصرفي كتير ناشف وفي ستريس وفي غير، وهون بيجي مع انه في مشاكل من نوع تاني، بس برجع من بعد ما كنت قضيت يومين مع الشباب هي برجع كاني سافرت رحلة شرج، يعني شرج شرج بمعنى تاني. طيب قديش، خليني اقول انه ما بعتقد في له مردود مادي هالقد كبير المشروع، قديش عم بتكون في عندك مثل سيلف ساتسفاكشن من الاشياء اللي عم تتنظم؟ هذا هو المردود الوحيد، هو سيلف ساتسفاكشن، يعني الفرحه الذاتيه عن جد. بتشوفي حصل اول شيء البرنامج ككل، يعني مرت سنه كنا خايفين تجربه جديده بالضيعه مين بده يطلع يحضر مسرح وفن. لقلك شيء ب 30 ديسمبر، يعني بعز الشتويه وحمينا على ارتفاع 1200 متر عز البرد، عملنا كونسير بقلب البيت، مش واحد اربعه بس تبع 30 ديسمبر. الصاله الداخليه بتسع 120 شخص زرك، سيعنا 160، سمحنا استثنائيا الناس تدخل بعد بدايه العرض ويكونوا واقفين. فهي عم تحكي 30 ديسمبر. مين كان النجم؟ النجم كان احيانا التاريخ بعيد حاله، هو نفس مونيكا كوارتا، مونيكا نصيف صبيه هونيك كان الاكتشاف، وكان أوكي. ابهرت الناس كلها. فقررنا انه من الصيف نرجع من الشتويه ننقلها كمان للصيف. اوكي. اوريليان، بالاضافه للعروض الفنيه عم بيكون في كمان اقامه فنيه يلي هو كونسبت كمان عم بيكون رائج، هلا يمكن بنشوفه ببعض المناطق بلبنان بس بيكون محدود. انتم على مدار السنه عم تستقبلوا اشخاص عم تكون فيها الاقامه الفنيه كل الوقت؟ صح، لانه في طلب كثير كبير من قبل الفرق الفنيه انه يحصلوا على مكان يتدربوا، ونحن الهدف انه نساهم الساحه الفنيه المحليه تطور اعمالها ويتقدموا ويتعمقوا بشغلهم وتطلع بنتيجه جماليه اكبر واكبر. فالفرق اللبنانيه عم نستقبلهم يمضوا فتره معينه برات المدينه بالسكوت بالهواء النظيف البيئه الخضراء، الواحد بيكون برات همومه البيروتيه بس ليركز اكثر على العمل الفني. فمن ضمن هذا البرنامج كمان عم نستقبل فرق من برا، كمان يكون في تبادل ثقافي، يكون في تبادل معلومات بيناتنا نقوى سوا. وانتو ككوليكتيف كهرباء قدي انبسطتوا انه صار عندكم هيك محل كتير مميز يمكن لعروضكم لتمارينكم؟ اكيد نحن يعني عم نستفيد، نحن المستفيدين الاوليين، بس عم نبني المشروع مع استاذ روبير انه هذا المكان يبني علاقات مع الكل، تعاون مع كمان غير منظمات ثقافية لنقدر نقدم كمان نمط ثقافي برات بيروت. فعم نتحالف مع المنظمات إن كان بالسينما، الرقص، العروض العائلية تنخلق هالحركة برات بيروت. كيف تختاروا العروض؟ يعني في إلى رزنامة معينة، إذا استقبلنا مسرح الجمعة منستقبل فيولون جمعة الجاي، منستقبل سينما برك ما بعرف. فكرنا سوا انه نقدم تنوع كبير للكل ينبسطوا، اللي بيكونوا حابين اكثر شيء الموسيقى الكلاسيكيه يكون عندهم مواعيد مختلفه، اللي بيهمهم اكثر شيء العروض العائليه يكون قادرين ياخذوا اولادهم وينبسطوا يركزوا على سيف ذا ديت انه يرجعوا صوبنا من مره لمره. فبشغلنا كثير بهمنا انه كل فئات المجتمع، كل الأجيال تقدر تلاقي ذوقها. عم بتتواصلوا مع فرق أو فنانين من الخارج؟ ايه طبعا، رح نستقبل مثلا قريبا فرقة فونا اللي بتقدم عرض سيرك، وهذا عرض عائلي بيجنن. في هالقد مساحة كبيرة عم نحكي عن أوت دور.
ايه في مساحة كتير حلوة ضبطت ساحة بتقدر تستقبل جمهور 500 كرسي. فنجوم حمينا فوق هالمسرح بتضوي عليه. اوكي. والحلو بالمنطقه انه كمان يمكن بالمحيط ما في اصلا ما في مركز بيشبه بيت الفنان بلبنان. صحيح. بس قد ايه هالمبادره برايك راح تخلي غير مناطق هيك تحذي حذوكم؟ ممكن هلا تجربه بهالطبيعه هي شوي هي معقده، نحن بعدنا عم نكتشفها. بس بنفس الوقت يلي شيء بيبسطنا كلنا انه مؤخرا يمكن 70-80% من الحضور ومن الجمهور عم بيكون جاي من خارج حمانة. ففي اقبال كتير وفي بداية تواصل مع المحيط المباشر. بتعرفوا المميز انه مثلا كتير عروض ايام بتنعرض بمسرح ببيروت بترجع بيت الفنان صار محطة، يعني بس منشوف هالفرق عم بيتنقل بمناطق اللبنانية حمانة صارت على الخريطة. من خلال هيدا بيت ما بعرف اذا فينا نحكي، بس باكتوبر رح يصير العكس، يعني في رح يصير انطلاقه العروض ببيت الفنان. بعدين مش كارلوس شاهين عم بيحضر مسرحيه حتتعرض. كارلوس شاهين يلي عامل كذا عرض في صح بيروت وفي مصر الكرز وغيرهم، فحيبلش في حمانه وبعدين ننتقل لمونو. يعني كان بدي اسالك اول شيء اذا الهدف اللي حكيت عنه ببدايه حديثنا عن انه يرجعوا اهل الضيعة الى ضياعهم اذا زبطت معك ناقشت معك؟ هلا ان شاء الله بدايه مشجعه كثير لانه كثير ناس من اهل الضيعه هي بيقولوا اوف صار في شيء نقضي وقت عليه حركه. بس بدها شوي يعني بدها تراكشن، بدها وقت حتى الناس اكثر واكثر تعرفنا. طيب. يعني المعروفين نحن بالاوساط الفنيه اللي اوريليا وكوليكتيف كهرباء خشين فيهم هودي ما في شك هودي البرو، بس نحن بهمنا كمان الجمهور الاوسع الاعرض يسمع وصير يتعود يجي. الجمهور بهمنا الجمهور. يعني خلينا نحكي عن ابرز المواعيد، في عندكم شيء بتحبوا تضوا عليه هلا قريب غير الفنانه فاديه طم بالحاج؟ السيرك امتى اوريليان؟ السيرك راح يكون ب 18 اب. قد ايه؟ 18 اب. 18 امو فرنسي 18 اوكي. باربع شهر من بعد فاديه طم بالحاج في لورا اللي هي فنانة من البرتغال بتغني موسيقى كابيرديان. اوكي. اللي هي شخص كتير مهم غنت مع سيزاريا ايفورا، فكمان هذا ضمن احتفال السنة الأولى لحمانة أرتس هاوس سبت الجاي بأربع شهر. يعني ثلاثة فادية أربعة لورا. ب 11 شهر عبد الكريم الشعار راح يجهز ناظم غزالي كرمالنا ريبرتوارنا. ناظم الغزالي هي أول مرة رح يغني هذا الريبرتوار الراقي كتير الشاعري اللي نحن كتير بنحبه، فناطرينكم كمان. أوكي. وب 12 شهر 12 أوت بالتعاون مع تياتر دو لافيل باري عم نستقبل فنان أرمني هايغ ساريكو يومجيان اللي هو من أبرز موسيقيي الدودوك. كمان بأرمينيا هو عايش بأوروبا لأنه صار على مستوى عالمي، بس موسيقى كلاسيكية أرمنية مميزة. يعني من وراء هالكم موعد يلي ذكرتهم قدرنا نعرف قديش في تنوع بالبرنامج الفني، يعني مجتمعنا متنوع بدنا نقدم له تنوع للكل. كثير منيح. دكتور روبير عيد أهلا وسهلا فيك مؤسس بيت الفنان، وأورليان زوقي أهلا وسهلا فيك كمان، نتمنى الحياة الطويلة لبيت الفنان على أمل أنه نضل نلاقي شباب بتضيع لأنه بحاجة لنمط شباب الضيعة. أكيد أهلا وسهلا فيكم. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نحن لهون بكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي.